أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتبلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله
الذين يجتنبون
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت أعنده علم الغيب
Thank you.
لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يَسْتَوُونَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ
عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.